أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن التنمية هي شعار المرحلة، وليثق المواطن أن اهتماماته في تطوير البيئة الخدمية هي ذاتها اهتمامات الحكومة، وأن كل ما ينشده من أجل الأفضل مستهدف في الاستراتيجيات الحكومية وفي خططها ومشاريعها، لافتا سموه إلى أن الجهود الحكومية منصبة دائما في تسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجات القرى من مختلف الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية ومشاريع البنى التحتية. وقال اسمه إن كل مشروع يشكل إضافة نوعية في حياة المواطن هو محل اهتمامنا وتحت دائرة متابعتنا، ولن نقبل بأي تأخير في تنفيذه أو الخروج عن الكيفية أو التوقيت الذي وضعته الحكومة له. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة والفعاليات الاقتصادية والإعلامية والصحفية والمواطنين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن سياسة الانفتاح التي انتهجتها الحكومة وسعت من دائرة التعاون الاستثماري والتجاري مع مختلف الدول وأتاحت الفرصة أمام الاستثمارات الأجنبية، كما أنها في الوقت ذاته دعمت القطاع الخاص لتأسيس مشاريع مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الوقت قد حان للعودة للانشغال بالتنمية والتطوير، ويكفي الوقت والجهد الذي تركز في مجالات أخرى وانصرف عن التنمية التي هي مقصد وغاية الشعوب إلى جانب أجواء الأمن والاستقرار. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في سياق استعراض سموه للتطورات الإقليمية والدولية مع الحضور إلى أن الوعي الوطني الخليجي أثبت نفسه في كل جهد لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، فدول وشعوب المنطقة عانت الكثير من ويلات الإرهاب وتتطلع إلى توحيد الشعوب وحماية الأوطان.